كله عمال يتكلم بنات ايجيبت بنات ايجيبت. انا امبارح بقى شفت بنات اليكس، كنت نازله كده بتمشى في مكان عادي مولات وبنتمشى فيه، بنشتري حاجات وبنتمشى ونروح بس، يعني مش مثلا شاطئ، مش شرم، مش ساحل كده يعني. لقيت البنات عارفين اللي هي من سن 13 ل 17 سنه دول، انا اتفاجئت. يعني الاول كان ممكن الاقي واحده اتنين لبسهم ملفت، بنطلونات في النازل والتيشيرتات في الطالع، سطر البطن ده بقى بيبان عادي. انا استاهل يتقال يا طنط يعني لو هو ده الستايل اللي بقى ماشي؟ لا انا قديمه قوي يعني، انا متاخره جدا. وطبعا هو كل واحد حر يعني، اللبس ده كل واحد حر، بس انا ذهلت وترعبت لان انا مخلفه بنت وداخله على السن الجميل ده. لحد ما الساعه كده جت علينا 10 11 بالليل، في معانا بنات كده مش متجوزه، هم مرتبطين يعني، هم مخطوبين، بس يعني اللي هو ماما بترن علينا والساعه جت 10 وانا لازم اروح، مرعوبين، مش واستاذنوا متجوزين فضلوا قاعدين. ابص لك على البنات والولاد اللي هم ال 13، مش هتكلم عن طريقه هزارهم بمد ايه، مش هتكلم عن كل ده، لا 12 واحده بقى مش مرعوبين، مش يعني انا مش عارفه. فانا قلقانه قلقانه بجد، على ايامي من بعد الساعه 9 في ضرب شباشب في البيت بيحصل، واحنا اتضحك علينا؟ ولا الجيل الجديد ده اللي منفتح زياده عن اللزوم؟ ولا احنا اللي متخلفين؟ البنطلونات اللي نازله الاول كان كاتنج عادي، كان خربوش مثلا، البنطلون ما بقاش فيه قماش يا جماعه، والله ما حد واخد منها حاجه، كفايه الماسك اللي احنا بنعمله ده يغسل الهموم ويغسل كل حاجه. بقولوا لي رايكم في الكومنتات في الموضوع ده.